معك مدام دلال حسين، ام لاربع اولاد. انا كثير بتشكر هيدي المساعده اللي اجتني، لانه اكثر شيء اللي اجى فيها وكان مهم الطعم والسردين والتطلة المشمش، هول ما كنت عم بقدر امنهم. والزيت من بعد الازمه نقص ببيتي السمنه، اللحمه، الدجاج، السمك، البيض، هيدي النواقص بتأثر كتير على الصحة، وبالذات على اللي بيكون عنده ولد صغير، لأن بيكون إسه عم إنه عظمه منه نامق، إنه بحاجة الولد بيكون للحليب، للجبنة، للبيض. ماما كانت قبل تعمل لي أكتر ساندويتش زعتر، صارت أمي تلف لي جبنة عن المدرسة. أنا بصراحة بالقبل يعني ما كنت قادر مثلاً بهالمساعدة، ما كنت قادر مثلاً أعمل مثل اللحمة مثلاً، ما كان في إنه ماني قادر أجيبها، ويعني بفضل هاي الجمعية يعني توفروا لعنا وصاروا عنا بالبيت. هلا الكمية اللي عم تيجي إنه منيحة، تقريباً بتكفينا الشهر يعني بكل سهولة. هلا أكيد أنا بتشكر الجمعية كلها وبتشكر الممول، ويعني بدعي لهم من كل قلبنا إنه يعني كتير ساعدتونا وكتر خيركم، لأنه إن أنا يعني عن جد كنا بحاجة لهالمساعدة.